هذا البرنامج برعاية كافالو. ما هي فرص نجاح البرلمان العربي في إحداث نقلة بخصوص توحيد التشريعات والعمل على إقرار تشريعات جديدة تواكب المتطلبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد والشباب والمرأة؟ حياكم الله. إلى أي مدى تواكب التشريعات متطلبات المجتمع؟ وما مدى توافقها مع التشريعات الدولية كما يراها رئيس البرلمان العربي السابق؟ مكانة مملكة البحرين في قلوب الإماراتيين على حساب صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. نبدأ أعزائي المشاهدين مع ضيف الفرسان معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي السابق. ما دور البرلمان العربي في إيصال صوت الشعوب إلى متخذي القرار العربي؟ وإلى أي مدى استغل البرلمان العربي علاقاته مع نظرائه على المستويين الإقليمي والعالمي لتحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي للشعوب العربية؟ نرحب جميعا بمعالي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا حسن. أهلا وسهلا. نتعرف معكم بشكل أكبر على ضيفنا الكريم من خلال السطور التالي. أرحب فيك معاليكم مجددا. يا أهلا وسهلا حسن. معاليك، إذا تكلمنا عن البرلمان العربي، ربما الكثير من الشعوب العربية ربما لديها معلومات سطحية جدا عن هذا البرلمان العربي، أو البعض الآخر لا يعلم الأهداف أو الأعمال القيمة اللي يقوم بها البرلمان العربي. ممكن معاليك تعرفهم بشكل أكبر على هذا البرلمان؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشكرك في الواقع على هذا اللقاء وهذه الفرصة، وأشكر مجموعة فرسان الإمارات على هذا العمل المتميز الذي يعتبر نافذة للوطن العربي وللمشاهد العربي. في الواقع البرلمان العربي منظومة من منظومات جامعة الدول العربية، وهو متواجد في جامعة الدول العربي منذ تأسيسها في الأربعينات من القرن الماضي، ولكن ونظرا للظروف والأحداث التي مر بها الوطن العربي في تلك الفترة، بقى يعني طرح البرلمان العربي يعني متعسرا في تلك الفترة. ولكن في 2005 بدأ أول ظهور البرلمان العربي بإقرار من القادة العرب في قمة الجزائر بإنشاء البرلمان العربي الانتقالي، تماشيا مع المجموعات الدولية ومع نظراء جامعة الدول العربية أو نظراء المجموعة العربية في المجتمع الدولي كالبرلمان الأوروبي أو برلمان أو عموم مجلس عموم أفريقيا أو أمريكا اللاتينية. فلكل تجمع دولي يعني لابد أن يكون هناك برلمان يتكلم عن هذه المجموعات. فعلى غرار التوجه الدولي أنشئ البرلمان العربي سنة 2005 في لمدة 5 سنوات كفترة انتقالية، ثم مرورا بقمة سرت في 2010 عزز القادة العرب حضور البرلمان العربي وتواجد البرلمان العربي على الساحة العربية والساحة السياسية، وأعطي أيضا سنتين إضافيتين كمرحلة إضافية انتقالية. أيضا في 2012 قمة بغداد أقر القادة العرب ولادة البرلمان العربي أو إنشاء البرلمان العربي الدائم، والحمد لله تشرفنا برئاسة هذا البرلمان منذ سنة 2012. أقر القادة العرب النظام الأساسي للبرلمان العربي، والذي يترجم ببعض الفقرات الرئيسية، وهي تعزيز العمل العربي المشترك، إيصال رسالة الشارع العربي وصوت الشارع العربي إلى المجتمع الدولي وإلى يعني متخذي القرار على الساحة الدولية بما يتماشى مع الشارع العربي. معاليك، يمكن تكون أول رئيس للبرلمان العربي
يعني مسك في الفترة الدائمة، خلينا نقول بعد القرار أن البرلمان العربي يكون دائم، وأيضا تعد أول رئيس يتم التجديد له لولاية ثانية. خلال الفترة هذه اللي مسكت فيها معاليك، ممكن تعرفنا بشكل أكبر على إنجازات البرلمان العربي؟ نعم، أنا أشكرك. في الواقع ولد البرلمان العربي في مرحلة صعبة جدا في الوطن العربي. قصدك الفترة الدائمة يعني. الدائمة نعم، 2012، في ظل التحديات وفي ظل متغيرات كبيرة يمر بها الوطن العربي، والحمد لله استطعنا في البرلمان العربي أن نحافظ على تماسك البرلمان العربي وعزل البرلمان العربي عن يعني الخوض في السياسات الداخلية للدول أو التطرق إلى قضايا من اختصاص الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وأنأينا بأنفسنا بأن يكون البرلمان العربي برلمان لكل العرب، لكل مكونات الشعب العربي، وبعيد عن التدخلات الخاصة بالدول. ثم استطعنا أن الحمد لله بأن نخرج بهذا البرلمان العربي إلى المجتمع الدولي ونوقع اتفاقيات شراكة مع المجتمع الدولي، وتواجدنا في الساحة الدولية أو الساحة البرلمانية الدولية، إذا كنا نتكلم عن اتحاد البرلمان الدولي أو حتى الأمم المتحدة، حضرنا معهم ونحضر معهم بعض الجلسات والبرلمانات النظيرة للبرلمان العربي. فنحن من خلال مدرسة دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال ثقافتنا في العمل الهادئ، العمل المحب للسلام، العمل المحب للإنتاجية، بعيدا عن فوضى يعني الفوضى التي اجتاحت الوطن العربي وال يعني التمترس في بعض المسارات، حاولنا ان نكون يعني معتدلين في طرحنا، متماسكين مع جامعة الدول العربية، مع قرارات جامعة الدول العربية، مع القيادة العربية الحكيمة، لإرسال الصورة الواضحة عن الشعب العربي وعن المواطن العربي. الأعضاء الموجودين في البرلمان العربي هم نفسهم الأعضاء الموجودين في البرلمانات العربية اللي تم سواء انتخابهم أو تعيينهم عن طريق دولهم، ويمثلون الشعوب اللي يعني يومنها. السؤال اللي يطرح نفسه، الفترة هذه اللي فاتت كانت فيها العديد من التحديات الخاصة بالوطن العربي، سواء ما يسمى بالربيع العربي، حالة الفراغ السياسي اللي كانت موجودة في الكثير من الدول، والقضية اللي ظهرت على الساحة ولا زالت اللي هي قضية الإرهاب. أنتم كبرلمان عربي كيف واجهتوا الإرهاب هذا؟ أنا أشكرك على هذا السؤال حسن. في الواقع البرلمان العربي يتمتع بأعضاء جيدين وأعضاء محنكين سياسيا وأمنيا، لذلك تماشت قرارات البرلمان العربي مع مطالب الشعب العربي ومع مطالب التوجه العربي الرشيد، خصوصا من خلال مكافحة الإرهاب ومن خلال يعني قطع الطريق على هذه الظاهرة الغريبة على الوطن العربي ويعني الثقافة الدخيلة على الوطن العربي، وهي ثقافة الإرهاب أو تمدد الإرهاب. فالبرلمان العربي حمل صوت الشارع العربي وحمل صوت محبي السلام في الوطن العربي للمجتمع الدولي من خلال يعني من خلال مكافحته لثقافة هذا التوجه الإجرامي، إذا كنا نتكلم عنه، في المحافل الدولية وتبرئة الشارع العربي. ويعني نحن لا نريد أن ندافع عن الإسلام، الإسلام طبعا كما يعلم الجميع وكما يقر الجميع أنه بريء من هذه التوجهات، ولكن نحن أوصلنا رسالة الشارع العربي، كلنا في الوطن العربي كمسلمين أو مسيحيين وكل مكونات الشارع العربي تتصدى لهذه الظاهرة، وفي كل المحافل وأقمنا كثير من الفعاليات وكثير من المؤتمرات والندوات التي يعني تندد بهذا الإرهاب وتندد بكل يعني الجرائم التي قام بها. فنحن في البرلمان العربي تواصلنا مع البرلمانات الوطنية الداخلية في الوطن العربي أو المجتمع الدولي، متماشين مع المنظومة الدولية ومع المنظومة العربية التي هي تكافح الإرهاب وتقطع الطريق على
المتسللين إلى أبنائنا إذا كانوا كأطفال أو إلى نساء أو إلى كبار من السن من خلال استعطافهم أو استقطابهم لهذا العمل الإجرامي. فالبرلمان العربي قام بكثير من الندوات وكثير من الحضور على الساحة الدولية في كثير من الأحداث التي مرت بها المنطقة العربية. وأذكر بإيجاز سريع قام البرلمان العربي جلسة برلمان عامة في تونس في متحف لباردو أيام ما كانت هناك عملية إرهابية في تونس، وخاطب البرلمان العربي كل المجتمع الدولي من قلب الحدث من تونس من متحف لباردو الذي شهد العملية الإجرامية. فالبرلمان العربي يكون متواجد دائما في 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 هذه الأحداث يعني التي مر بها الوطن العربي. ما في شك أنه أنتم كبرلمان عربي لكم علاقات متميزة سواء مع البرلمانات اللي محيطة بالمنطقة، سواء البرلمان الأفريقي أو البرلمان الآسيوي أو البرلمانات الأوروبية والعالمية. العلاقة هذه إلى أي مدى يعني تم تسخيرها لخدمة القضايا العربية الشائكة، وبالتحديد يعني قضيتين مهمتين في الوطن العربي اللي هم قضية احتلال فلسطين وقضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث؟ نعم، في الواقع البرلمان العربي من خلال يعني رئاستنا له منذ 4 سنوات ونحن وضعنا الجزر الإماراتية بند دائم على جدول أعمال البرلمان العربي، وأيضا القضية الفلسطينية كبند دائم على جدول أعمال البرلمان العربي، ونسخر كل فعاليات البرلمان العربي وكل حضور البرلمان العربي على الساحة الدولية لتسليط الضوء على هذه القضايا المهمة جدا لنا كمواطنين عرب. علاقتنا بالبرلمانات المحيطة، وأنا أشكرك على هذا السؤال، مؤخرا ولأول مرة على الدبلوماسية البرلمانية عقدت جلسة في شرم الشيخ في القاهرة بالبرلمان الأفريقي مكتملا والبرلمان العربي مكتملا بجلسة مشتركة رأس الرئيس عبد الفتاح السيسي. والبرلمان العربي والبرلمان الأفريقي من خلال شراكته في أول جلسة تعتبر أصدر كثير من البيانات الداعمة للتوجه العربي، الداعمة للقضية الفلسطينية، الداعمة لمطلب دولة الإمارات العربية المتحدة المشروع في قضاياها في قضية احتلال الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وعززنا الشراكة العربية الأفريقية في الاتجاه السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي، بما أن لأفريقيا دور مهم جدا استراتيجي لنا كدول عربية، فالبرلمان العربي سخر إمكانياته لتعزيز هذا التواصل. أيضا البرلمان الأوروبي، نحن من خلال لقاءات كثيرة مع البرلمان الأوروبي ولدينا لجنة مشتركة مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، حذرنا منذ فترة ليست بقليلة منذ 3 سنوات تقريبا من خطر الهجرة الغير مشروعة التي تمر من أفريقيا مرورا بالوطن العربي انتهاء بأوروبا، وشكلنا لجنة التعاون وحذرناهم من أن لابد التصدي لمثل هذه الظاهرة من خلال يعني كمقترحات اقترحت في ذلك الوقت بأن لابد أن يكون تواجد وحضور يعني صانع القرار في أوروبا وللمنظومة الاقتصادية في أوروبا، لأن تدعم بعض الدول الفقيرة في أفريقيا للحد من هجرة الطالبي العيش يعني في أوروبا. فنحن أوصلنا رسالتنا إلى المجموعة الأوروبية. بما يخص الجزر الإماراتية، البرلمان العربي في كل المحافل الدولية والحمد لله يعني ننقل رسالة الشارع العربي والشعب العربي المؤيد لمطلب دولة الإمارات العربية المتحدة والداعم لي سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا الحكيمة في معالجة هذه القضية، ويتبناها في كل المحافل الدولية حتى بحضور الطرف الإيراني في المحافل الدولية. نحن نعلم الحاضرين ونعلم المجتمع الدولي بأن الشعب العربي يقف خلف مطلب دولة الإمارات العربية المتحدة المشروع، والجزر الإماراتية المحتلة هي جزر عربية محتلة من الجانب الإيراني، وأيضا الإشادة
دبلوماسية دولة الإمارات العربية المتحدة ومدرسة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد في حل مثل هذه القضايا الاستراتيجية، فهذا يعتبر مكسب بالنسبة لنا نحن في البرلمان العربي أو للدبلوماسية الإماراتية في تصوري، بأن يعني يقف الشارع العربي وليس بغريب أيضا على الشارع العربي أن يكون مسانداً وداعماً لدبلوماسية دولة الإمارات فيما يخص الجزر الإماراتية. حضور المرأة في البرلمان العربي ربما يعني شكل نوع من الشد والجذب في هذا الموضوع، خاصة إذا ما علمنا أن يمكن البرلمانات الثانية أو الدول الثانية تتهمنا نحن كدول عربية أن دائماً نحن متهمين بتهميش المرأة وعدم إعطائها حقوقها في مجال السياسة أو المجال البرلماني. دوركم أنتم كبرلمان عربي في هذا الموضوع؟ نعم، أنا أشكرك. في الواقع البرلمان العربي والمنظومة العربية بصورة عامة تقف يعني لا أريد أن أقول تقف بجانب المرأة، ولكن المرأة جزء أساسي وجزء رئيس في المنظومة العربية ومنظومة العمل العربي بصورة عامة. لا أريد أن أدافع عن حقوق المرأة، المرأة الله سبحانه وتعالى أنصفها منذ بداية الخليقة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أعطى المرأة، والقرآن أعطى. نحن لا نريد أن نتفضل على المرأة بحقوق، لكن المرأة موجودة في 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 صناعة العمل العربي المشترك وفي صناعة يعني الدبلوماسية العربية. المنظور الذي نردده للأسف نحن بأن الغرب يعني يعيب علينا عدم اكتراثنا بالمرأة، وهذا منظور خاطئ. نحن لا نردد مقولة، كثير من المقولات التي تأتينا هم شركاء في الغرب ونحن نحب الجميع، ولكن لا نأخذ كل ما الإفرازات التي تخرج عنهم لأغراض معينة. المرأة في الوطن العربي سيد الفاضل لديها مكانتها المحترمة، المرأة في الوطن العربي يعني اعتلت مناصب مهمة جدا ومناصب قيادية عالية جدا من خلال الوزارات ومن خلال تمثيلها كسفيرة وكقائدة عسكرية وكمقاتلة عسكرية في الوطن العربي كله. فنحن في البرلمان العربي من ضمن هذه المنظومة الداعمة أو المشتركة مع المرأة، لا نقول مشاركة ولكن نحن مشتركين مع المرأة في صناعة الأجيال. أقر البرلمان العربي بأن حضور المرأة من ممثلي الدول ضرورة قصوى، ولا بد أن تكون المرأة ممثلة في من الجانب الدول العربي. أيضا لا أنسى ونركز دائما نحن بأن لدينا في البرلمان العربي مجموعة من السيدات الفضليات، وهناك عمل جبار يقومن به كعمل، ومن خلال متابعتنا للمرأة العربية في الجانب السياسي أو الجانب الاقتصادي لها دور كبير جدا. أيضا لا ننسى دور المرأة في المنزل، والمرأة الدور الذي تقوم به أخواتنا وزوجاتنا وبناتنا في المنازل من تربية جيل ومن تربية تهيئة ظروف للأسرة ظروف مهمة جدا. نحن في البرلمان العربي نضع هذه المرأة هي على المرتبة الأولى. ما عليكم الآن نحن على مشارف انتهاء فترة رئاستكم للبرلمان العربي، إذا سألنا معالي أحمد بن محمد الجروان عن مدى رضاه على الإنجازات اللي حققها البرلمان العربي خلال الأربع سنوات الماضية؟ في الواقع ما تم من إنجازات في البرلمان العربي بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم شراكة زملائي في البرلمان العربي والمدرسة التي خرجنا منها من دولة الإمارات، مدرسة الهدوء ومدرسة العمل والجدية في العمل، كل هذه عوامل كانت مهمة جدا في أن نقدم شيء للبرلمان العربي. من أهم الإنجازات في تصوري بأن نحن بنينا برلمان عربي، وأصبح البرلمان العربي مكانة في المجتمع الدولي، وأصبح البرلمان العربي يدعى لحضور جلسات وحضور فعاليات على الساحة الدولية. والبرلمان العربي في الفترة الماضية الحمد لله وبفضل الله سبحانه وتعالى لم يعني نتلقى أي نقد من داخل العربي أو من الخارج العربي، كلنا نعمل بهدوء ونعمل لإرسال الصورة الحقيقية عن العربي. نحن كعرب
محبين للسلام، محبين للحياة، ملتصقين بقياداتنا وداعمين لتوجهات قيادتنا الرشيدة. الوطن العربي يزخر بقيادات كثيرة رشيدة وحكيمة وتعمل لمصلحة الشعب العربي بصورة عامة. فنحن من يعني نحن راضين عن ما قدمنا من عمل وسعيدين، والآن الحمد لله هناك تنافس شديد على رئاسة البرلمان العربي، وهذا يعطي مؤشر بأن البرلمان العربي في مساره الجيد، وهناك إقبال كبير من الدول لي يعني اعتلاء رئاسة البرلمان العربي. وصلنا صورة أو رسالة الشارع العربي للمجتمع الدولي، لا سيما القضية الفلسطينية، ورؤية الشارع العربي لضرورة حل القضية الفلسطينية، وأيضا بما يخص تواجد البرلمان العربي وإنجازات البرلمان العربي ومدى رضانا عن العمل في هذا المجال. يعني أوصلنا الرسالة بأن نحن حل كثير من القضايا خصوصا الأمنية والإرهابية في الوطن العربي. في تصوري علاج القضية الفلسطينية سوف يعني يأتي بنتائج أكثر من 85% من حل هذه المعضلة الإرهابية في الوطن. في تصوري فتحنا المجال احنا الآن أمام زملائنا اللي في البرلمان العربي لتعزيز الدبلوماسية العربية على الساحة الدولية وعلى الساحة العربية، وهناك مجال للعمل. وضعنا الخطوط الرئيسية، وضعنا علاقات متميزة مع القيادة العربية، والتصاقنا بقيادتنا ومع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والبرلمانات النظيرة. فتحنا مجال في تصوري زملائنا البرلمانيين لديهم الكثير لأن يعطوا فيه، والشعب العربي شعب منتج وشعب قابل لأن يضيف إضافات إيجابية. يعني المرحلة القادمة سوف تأتي بمدارس إيجابية، مدارس واعية، خصوصا في ظل التحضير التي تقوم به الدول لنشر الوعي ونشر القراءة ونشر الثقافة ونشر التماسك العربي. هذا سوف ينتج نتائج جيدة إن شاء الله. كل الشكر لمعالي أحمد بن محمد الجروان على تشريفك لنا في برنامج فرسان الإمارات. أنا أشكرك حسن، وأشكر مجموعة فرسان الإمارات. وفي تصوري تواجد الإعلام وتواجد الشباب في تعزيز ثقافة التواصل ونشر الوعي في المجتمع هذا مهم جدا، وأتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله إلى الأمام. شكرا معالي. هذا البرنامج برعاية كافالو. جزيل الشكر والتقدير لمعالي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي السابق. وأذكركم أعزائي المشاهدين تواصلوا على حسابات البرنامج وعلى هاشتاغ سوالفكم على مواقع التواصل الاجتماعي وأثرونا بآرائكم واقتراحاتكم. بداية سوالفكم من عند أخوي حسن المرزوقي، وتفضل حسن. طارق، نبدأها مع تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتغريداته عن مملكة البحرين والتهنئة التي قدمها لمملكة البحرين التي تحمل ما يكنه شعب الإمارات لشعب البحرين الشقيق من محبة ومودة واحترام. يقول سموه في هذه التغريدة: تهانينا لمملكة البحرين وأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني. أفراحكم الوطنية أفراح لنا، وأيامكم المجيدة مجد لنا. وجاء في تغريدة أخرى على حساب سموه على تويتر يقول فيها: البحرين قلب الخليج العربي هوية وتاريخا وجغرافيا، وستبقى بإذن الله، وشعب البحرين وأبناؤه هم أهلنا وأبناؤنا، كانوا وسيبقون بإذن الله. شكر وتقدير من سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لجنود الدفاع المدني على الجهود التي يبذلونها في إطفاء الحرائق وما تستلزمه أي عملية من مخاطر. وفي التغريدة: زرت اليوم الدفاع المدني بأبوظبي ودبي لإطفائهما حريقين في منطقتي شارع المطار والنخلة بالأمس، فخورين بالأداء ويشكرون عليه. طبعا أكيد يعطيهم العافية رجال الأمن ورجال الدفاع المدني.
طبعا أعزائي المشاهدين، الدكتور علي النعيمي يصف ما يجري في عدد من الدول العربية بالحروب العبثية التي تنفذها جماعات تتاجر بالدين ولا تؤمن بالأوطان. الخاسر في تلك الحروب هم الشعوب. يقول الدكتور علي النعيمي في تغريدة على تويتر: ما يحدث في سوريا وليبيا والعراق هي معارك بالوكالة لجماعات لا تؤمن بالأوطان بل تتاجر بالدين لخدمة أجندات محددة، والخاسر فيها هو الشعوب. أيضا مشروع دولي جديد يطلقه مجلس حكماء المسلمين لنشر ثقافة الحوار بين الشباب وللتأكيد على تحريم الأديان السماوية لثقافة الكراهية والإرهاب. تقول التغريدة من حساب فرسان الإمارات: مجلس حكماء المسلمين يعلن عن إطلاق مشروع دولي لنشر الحوار بين الشباب للتأكيد على تحريم الأديان السماوية للعنف والكراهية والإرهاب. سبارتا الصغيرة فيلم وثائقي عالمي، قصة وإخراج منصور اليبهوني الظاهري، وإنتاج شركة الكلمة للإنتاج الفني. تغريدة على حساب حمد هلال البلوشي يقول فيها: الفيلم الإماراتي سبارتا الصغيرة يبين جهد القيادة العظيم وتضحيات أبطالنا في مهامهم من حزم وإنسانية وقوة معنوية، ذوي الشهداء التي لا تنسى. طبعا منصور اليبهوني الظاهري أنا أعرفه معرفة شخصية وصديق عزيز علي، ما شاء الله الشخص هذا يعني ما أريد أمدحه لأن شهادتي فيه مجروحة، متميز جدا في مجال الإنتاج الفني، وصراحة هذا إنتاج رائع بالنسبة لنا كفيلم إماراتي وثائقي. في شغلة بعد بضيفة، نعم. ريع العمل هذا يرجع إلى بناء مسجد للشهداء، يعني العمل هذا مش عمل فقط تجاري، نعم صحيح، ليس فني وتجاري، له لمسات، له لمسة إنسانية. أيضا في الأيام الأولى لعرض هذا الفيلم لاحظ الجميع كيف كان الإقبال كبير جدا على شراء التذاكر. الفيلم مدته 70 دقيقة وهو فيلم وثائقي، يعني حتى ثقافة عرض الأفلام الوثائقية عندنا في السينما بدأت شوي تنتشر، وهذا شيء طيب. أيضا أعزائي المشاهدين، قبل ختام الحلقة نتابع مع بعض أبرز التغريدات التي كانت على شبكات التواصل الاجتماعي. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا لختام حلقتنا لليوم، على أمل أن نلتقي بكم بإذن الله في حلقة جديدة. وأذكركم أيضا تواصلوا معنا على حسابات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى هاشتاغ سوالفكم، وأثرونا بآرائكم واقتراحاتكم، وحياكم الله. ولا تنسون تضيفون حساب فرسان الإمارات ضمن مواقع التواصل الخاص بكم. نلقاكم على خير. هذا البرنامج برعاية كافالو.